بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نفهم هالدرس عاصمة الأديان القدس، عاصمة الأديان القدس تعني سلام، تعني سلام. من افهم هالدرس عاصمة الأديان القدس، عاصمة الأديان القدس تعني سلام، تعني سلام. ولك ولك من افهم هالدرس عاصمة الأديان القدس، عاصمة الأديان تعني سلام، تعني سلام، تعني سلام، تعني سلام. مني افهم هالدرس عاصمة الأديان القدس، عاصمة الأديان القدس تعني سلام. مني افهم هالدرس عاصمة الأديان القدس، عاصمة الأديان القدس تعني سلام، تعني سلام، تعني سلام، تعني سلام. الصلاة في المساجد في دعوة وركوع، والدعاة في الكنيس تحت أضواء الشموع، تحت أضواء الشموع كلها تدعو يا إله حق موسى ومحمد ويسوع، ومحمد ويسوع. نرجو منك يا إله ترحم كل هاي الدموع، نرجو منك يا إله ترحم كل هاي الدموع، وتعجل للإمام بالسلام قد الجموع، وتعجل للإمام بالسلام. ها مني افهم هالدرس عاصمة الأديان القدس، عاصمة الأديان تعني سلام، تعني سلام. إيه مني افهم هالدرس عاصمة الأديان القدس، عاصمة الأديان تعني سلام، ها ها تعني سلام، تعني سلام، تعني سلام. مني افهم هالدرس عاصمة الأديان القدس، عاصمة الأديان القدس تعني سلام. في المساجد والكنائس فاح عطر الأنبياء، فيها بشرى اسمه أحمد صار خير الأصفياء، فيها بشرى اسمه أحمد صار خير الأصفياء. مسجد أقصى فيه أسرى بين أرض وسماء، مسجد أقصى فيه أسرى بين أرض وسماء. والرسالة سوف تث للمحبة والإخاء، والرسالة سوف تث للمحبة والإخاء. والمحمد فيها بش للمهدي، ها للمهدي يعني النداء وللمهدي، ها وللمهدي نداء وللمهدي، ها وللمهدي للنداء وللمهدي. بعد بعد للمهدي يعني النداء وللمهدي، ها وللمهدي يعني النداء وللمهدي. مني افهم هالدرس عاصمة الأديان القدس، عاصمة الأديان تعني سلام، تعني سلام، تعني سلام، تعني التوراة والإنجيل صار القرآن الختام. لمحمد دعوة الدين تحت عنوان السلام، لمحمد دعوة الدين تحت عنوان السلام. للأديان كلنا صير جسر ويام، الأمان في الإسلام والعدل فيه يقام، والأمان في الإسلام والعدل فيه يقام. دولة صير للسلام يحكم فيها الإمام، دولة صير للسلام يحكم فيها الإمام. مني افهم هالدرس عاصمة، عاصمة الأديان القدس تعني سلام، تعني سلام، تعني سلام. يا إخوان كفى فرقة، فالله ربنا واحد، باسم الدين كلها تفوق الواقع هو شاهد. الخصام وتقتيل اليوم صار سائد، خل نتوحد كلنا اليوم والخالق هو الواعد، خل نتوحد كلنا اليوم
حق الغائن هو الواي والأديان وحدة تصير والمهدي هو والمهدي هو القائد والمهدي آه آه والمهدي هو اي والمهدي هو القائد المهدي هو اي والمهدي هو اي والمهدي هو والمهدي هو القائد والمهدي ها